ارتفاع غير مسبوق تشهده الأسواق المحلية للفواكه والخضروات في وادي حضرموت، حيث يشكو المواطنون في مدينة سيئون من موجة غلاء تزداد في ظل توقف أغلب رواتب القطاع الحكومي وتوسع رقعة البطالة أوساط المجتمع. بشكل فظيع موجود في الأسواق، بالذات سوق اليملة. سوق اليملة هذا استغلالي سوق، يعني يستغلون الوضع فيه بشكل فظيع، يتعاونون ما بينهم وبين أصحاب الدينات ويبون بضاعة بأغلى الأثمان، توصل للمواطن هنا بغلاء كبير. اليوم الطماطم تبتاع ب 9,000 8,500 قيمتها، وقيمتها الأصلية أقل بيم، إنه لو دخل واحد صاحب ديننا أو اثنين أصحاب ديننا يستغلون وضع السوق كاملا. الحال كذلك في سوق سيئون المركزي للخضار والفواكه، فعبد الحميد عبد الله أحد أبناء محافظة الحديدة وهو واحد من موردي فاكهة الشمام، يرجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى المسافات الطويلة التي يقطعها بين المحافظات بسبب الحرب، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. والله سبب غلاء الأسعار هو من ارتفاع المحروقات وبعد المسافات، وهذا هو سبب الأسعار. إن شاء الله إن العربة تنتهي وإن شاء الله الأسعار ترجع لما كانت والأمور بخير إن شاء الله. المحروقات الدبابة 20,000 ساعات، يعني يوم ونص المسافة، فلذلك هذا هو غلاء الأسعار. أسباب أخرى أدت إلى تفاقم أزمة زيادة أسعار الفواكه والخضروات، منها على سبيل المثال الفواكه المستوردة من الخارج وعدم استقرار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وكلها أسباب أدت إلى ازدياد معاناة المواطنين في وادي حضرموت في ظل عدم فرض رقابة من قبل الحكومة والعمل على توحيد الأسعار. تتفاقم معاناة المواطنين في وادي حضرموت جراء ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، تتزايد معها مطالبات بفرض رقابة على التجار من قبل الحكومة بما يضمن تكافؤ أسعارها مع مستويات دخل الفرد. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون.